السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في قناة كوكب الأرض وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت بدرية: أتمنى أن تكون حلقة رامز مجنون رسمي عجبتكم، وحابة أشرح لكم كواليس الحلقة. بدأ باتصال من أروى لعمل لقاء معاها في برنامجها، والإعداد طلب مني لبس يليق ببرنامج فيه ألعاب ومسابقات، ويكون الأفضل بنطلون. وبعد كام سؤال من أروى فوجئت برامز. والعلم الجميع، لا بنروح نهين نفسنا علشان فلوس، ولا بناخد ملايين، ولا كنت عارفة الحكاية.